من شاشة دراستي التلفاز ليك عم الجامعي، أهلا بينعكس بكم بهالوضع، جميعا. ضيف صعوبة البروجرام برنامجنا وظيفة مع الصحة الدكتوراه اليوم هو استدتي كثير أخصائي دراستك الجراحة الجوية، التجميلية بروفيسور دكتور والترميمية إيغي أوزغان البروفيسور فاجو دكتور إيغي جونزغان. أوزغان تاش. بعد أن أكملت مسيرتي المهنية كطبيب في كلية الطب في هاجي تبي، بدأت العمل كمساعد في قسم الجراحة التجميلية والترميمية في نفس الجامعة. وبعد انتهائي من التخصص عملت في مستشفيات مختلفة، منها أكاديمية جلهاني الطبية العسكرية في أنقرة قسم الجراحة التجميلية، ثم في مشفى اس اس كي في دشكبي في أنقرة، وبعدها في مشفى أقميداني اس اس كي في إسطنبول، ومن ثم في مشفى شيشلي إطفال في إسطنبول قسم الجراحة التجميلية، ثم في كلية تايلر للطب في هيوستن تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عملت كجراح تجميلي لمدة عامين. وبعد عودتي إلى تركيا قمت بتأسيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية في جامعة أكدينيز عام 1993، حيث أمضيت أجمل أيام حياتي هناك. وبعد عملي كرئيس لقسم الجراحة التجميلية في جامعة أكدينيز لفترة طويلة، تقاعدت عام 2006 وعدت إلى إسطنبول. عملت كأخصائي جراحة تجميلية في مشفى إسطنبول لجامعة باشكنت لفترة، والآن أواصل مهنتي كأخصائي جراحة تجميلية في عيادة خاصة. العمل الجمالي هو فن له مكانه الخاص. يريد الناس الذهاب إلى مركز تجميلي ليصبحوا جميلين، وما هو المركز التجميلي؟ لا يوجد شيء كهذا، هو شيء تم خلقه في أذهان الناس. استتيك أو التجميل نفسه الجمال؟ لا، الاستتيك مختلف تماماً عن مفهوم الجمال. ومن أجل فهم هذا الاختلاف لا بد على المرء أولاً أن يعرف ما هو الفن، لأنه في الفن نفسه يوجد مفهوم الجمال ومفهوم التجميل أو الاستيتيك. الطب مهنة مقدسة جداً، وعندما تكون مريضاً تفهم ذلك تماماً. قيامنا بتخفيف الألم أو استبعاد خطر الموت من المريض، والتعافي من مرض غريب لم نكن نعرف نهايته، جميعها من أعظم الأمور التي تسبب السعادة للإنسان، وهي ما يشعر بها من يدرس في كلية الطب ويطبقها. لا تنسوا أبداً أن هذا هو واجبكم الأول. قد تظهر لاحقاً مهن تعطي أجور أعلى من الطب، كمن يعمل في مراكز التجميل. حسناً، يمكنك العمل هناك أيضاً. لا تسمح للآخرين أن يقللوا من قيمتك، ولا تنسى أن الجميع يمكنهم القيام بالأشياء البسيطة، ولكن الإجراءات الطبية كالعمليات ووصف الأدوية والجراحة لا أحد يستطيع أن يقوم بها إلا أنت. لا تنخدع بالأمور البسيطة وتضع مهنتك في المرتبة الثانية. دعونا لا ننسى أننا أطباء. هذه هي نصيحتي لكل طلاب الطب. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج مع الصحة، على أمل أن نلتقي بكم في برنامج آخر. دمتم بصحة جيدة.